فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا لم يصرف بيت المال على اللقيط بل صرف عليه الملتقط، إذا لم يصرف بيت المال على اللقيط بل صرف عليه من التقطه، فهل في هذه الحال يكون فيئه لبيت المال؟ اي نعم، اللي ماله أقارب وورثه يكون إرثه لبيت المال. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.